مرحبا بكم أعزائي عزيزاتي في قناة أوراق ثقافية، وهي قناة سأبث منها أول برنامج ثقافي اخترت له اسم ذاكرة الملاحق الثقافية. هذا البرنامج الذي سيبث عبر سلسلة من الحلقات سأستحضر من خلاله ذاكرة الملاحق الثقافية التي كانت تصدرها الجرائد الوطنية بدءا مما توفر لدي من أعداد عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، وبالخصوص الملحقين الثقافيين لجريدة العالم وجريدة الاتحاد الاشتراكي. لماذا العودة إذن إلى ذاكرة الملاحق الثقافية؟ لماذا هذان الملحقان الثقافيان لجريدة العالم والاتحاد الاشتراكي تخصيصا؟ وكيف سيتم استحضار هذه الذاكرة؟ وما الهدف من ذلك؟ الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها هي محور هذه الورقة التي بمثابة حلقة ما قبل الأولى من برنامج ذاكرة الملاحق الثقافية. من المعلوم تاريخيا أن علاقة الصحافة بالثقافة منذ نشأتها في المغرب كانت علاقة ارتباط عضوي، وكانت النخبة المثقفة التي شكلت الحركة الوطنية آنذاك تربط بين العمل السياسي والعمل الثقافي. وقد أولت الجرائد التي كانت تصدرها الأحزاب السياسية إبان فترة الاستعمار الفرنسي والإسباني في المغرب للمسألة الثقافية أهمية قصوى من خلال ما كانت تنشره من مواد ثقافية وأدبية غير منفصلة عن صفحاتها الأساسية، مروجة لمختلف الأجناس الأدبية كالمقالة الأدبية والخاطرة والقصة القصيرة والشعر، معتبرة الثقافة ركنا أساسيا في التنشئة الاجتماعية وفي تكوين الإنسان وتأهيله والحفاظ على التوازنات الثقافية والفكرية داخل المجتمع. لقد استمر هذا المزج الجدلي بين السياسي والثقافي إلى ما بعد الاستقلال، حيث اتخذ في بعض الأحيان صبغة مناوشة السلطة وأتباعها من ممثل الثقافة التقليدية، كما لبس مرات أخرى لبوس الصراع الحزبي والمذهبي بين أكبر فصيلين سياسيين عرفهما المغرب حتى الآن، ويحملان أهم مشروعين ثقافيين هما حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. لقد كانت الريادة لجريدة العلم في إصدار ملحق ثقافي أسبوعي صادر عن مبدأ أساسي عميق في الخط السياسي الوطني لهذه الجريدة، وهو أن العمل الثقافي واجهة رئيسية للنضال السياسي ذاته، وأن الثقافة ليست مجرد آنية للتأتيت في المشهد السياسي بل هي ركنه الأساس. على هذا المنوال أصدر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ملحقا ثقافيا لجريدة المحرر الناطقة باسمه، فكان من الضروري أن يحتك المشروع الثقافي لهذا الحزب بنزعته وتصوره بمشروع حزب الاستقلال. وبدأت حرب الاستقطاب للملحقين الصديقين اللدودين باردة لتشتعل في شكل سجال طويل اتخذ رداء النقد الأدبي والثقافي ليخفي صراعا إيديولوجيا شرسا في بعض المحطات أسهم فيه كتاب ونقاد من الملحقين. I want.
إلى أن جريدة المحرر سوف تتعرض للتوقيف النهائي سنة 1981 ليصدر الحزب جريدة جديدة تحت اسم الاتحاد الاشتراكي. لم تلبث أن عاد ثانية بملحق يحمل اسم الملحق الثقافي لجريدة الاتحاد الاشتراكي، وقد برز إلى جانب هذا الملحق الثقافي ملاحق ثقافية عديدة ذات أهمية لأول مرة في مطلع الثمانينات، كالملحق الثقافي لجريدة أنوال التي كانت تصدرها منظمة العمل الديمقراطي. وفي هذه الفترة برز جيل جديد من الكتاب والنقاد والشعراء والباحثين في مجالات ثقافية مختلفة، وأعلنت حساسية ثقافية جديدة رغبتها في تجاوز الصراع الإيديولوجي والحزبي الذي عرفته سنوات السبعينات. بقي أن نعرف كيف سأستحضر اليوم ذاكرة هذين الملحقين الثقافيين بالخصوص، باعتبارهما كان ركيزتين أساسيتين في المشهد الثقافي العام ومحرارا حقيقيا لقياس الحضور الثقافي للمثقف المغربي. وكيف سنقارب هذا الإنجاز الثقافي النوعي الذي شهدته الكتابات الفكرية والنقدية والترجمات والأطارح الجامعية التي جعلت المنتوج الثقافي المغربي في واجهة الثقافة العربية المعاصرة؟ أستحضر إذن هذه الذاكرة الثقافية من خلال تقديم عددين متزامنين لكل من الملحق الثقافي لجريدة العلم وجريدة الاتحاد الاشتراكي وأنوال الثقافي لاحقا في كل حلقة، مع وضعها تحت المجهر بدءا بعرض تاريخ صدورها وسرد فهرس محتوياتها وتصنيف هذه المحتويات ووضعها في إطارها المعرفي وفي سياقها التاريخي ومحاولة الاقتراب من النقاش الذي كان دائرا حول ظاهرة من الظواهر الأدبية أو الثقافية بشكل عام. وأخيرا الاستمتاع بقراءة بعض النصوص إضافة إلى فتح باب لإضاءة بعض المفاهيم والتصورات والتعريف بالشخصيات الأدبية والفكرية، وباب أخير للرد على التفاعلات وأهم التساؤلات، رغبة في تسليط الضوء على أهم مرحلة ثقافية في مغرب ما بعد الاستقلال إلى مرحلة زمنية سميت بالعهد الجديد، حيث برزت متغيرات عدة جعلت الانتقال من القرن العشرين إلى القرن 21 مفصلا حقيقيا في المشهد الثقافي المغربي.